ما معنى حياة البرزخ؟ قبر، البرزخ المراد به القبر، والقبر يكون فيه حياة لكنها ما هي مثل الحياة في الدنيا، حياة من حياة الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشهداء أحياء، أحياء في قبورهم، والأنبياء أحياء في قبورهم، ولكنها حياة برزخية، حياة من حياة الآخرة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.